استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تريي بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك اي اس اي النرويجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كما شارك في الاجتماع السيد ميكيل تورود عضو مجلس إدارة الشركة والسيد محمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة بالإضافة إلى السيدة هيلدا كليميتزدال السفيرة النرويجية بالقاهرة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتيك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر ومشروعي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار. ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجا وات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة. ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي ثلاثة جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به. وذكر المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان رئيس الشركه النرويجيه اكد خلال اللقاء الالتزام بتوسيع استثمارات الشركه في مصر خلال الاعوام المقبله في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتيه في مختلف القطاعات واضاف الجانب النرويجي ان هذا الدعم المصري الكبير لتسهيل مناخ الاعمال يقابله من جانبهم حرص اكيد على بذل اقصى جهد لزياده الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمساهمه في الجهود المكثفه التي تقوم بها الدوله لوضع مصر على قائمه الدول المصنعه للطاقه الخضراء والمصدره لها بما يجعل مصر وجهه ومحورا للتزود بالوقود الاخضر لخطوط الملاحه العالميه ومركزا اقليميا لانتاج وتداول الطاقه وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعاً إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء. على النحو الذي يضيف الى حجم وقيمه الصادرات المصريه ويعزز القدره الكليه للاقتصاد الوطني